حتى في قضية مال المعاهد في اللقطة، اللقطة لقطة المسلم تعرف. ولذلك عند أبي داود قال صلى الله عليه وآله وسلم: ولا تحل لقطة المعاهد إلا أن يستغني عنها صاحبها. إذا قال صاحبها الكافر المعاهد أذنت لك بأخذها فنعم، وإلا فإن لقطة المعاهد لا يجوز أن تلتقط ولا يجوز أن تؤخذ.